الأخوة أكو بعض نقاط يعني لو تسمح لي بسرعة يعني أشير لها بسرعة. بعض المواضيع لما تقول له أخي أنت ليش تحشك، ليش هذا الحشك عندك بالشعر، يقول لك تعبير مجازي أو استعارة. حبيبي التعبير المجازي والاستعارة موجود في القرآن الكريم، هذا شيء لا ينكر، وشيخنا الفاضل أعتقد مطلع على هذه الأمور. التعبير المجازي والاستعارة الله سبحانه وتعالى جعلها في القرآن، ولكنها من عمق المعنى وقريبة من المعنى. جانب آخر تجي إلى موضوع النسيج، نسيج الخيال. أخي أنت أنسج خيال، ما ينافي أنت كشاعر أنسج خيال، لكن أنا ما أسمح لك أنت لا تنسج خيال من جيبك، لا تجيب لا تجعل ثوابت، لا تحرك الثوابت على الثوابت. نعم. أنت انسجني خيال من المصادر. نعم. الموجودة أكو مصادر، أكو موضوع، انسج لي خيال من عمق الموضوع، أنا أوقف لك أخذ لك تحية. فعلا. هذا جانب. جانب آخر أنت أكو مفردات إحنا نستخدمها بالمنصة كشعراء منصة، الحمد لله أستاذ سمير يدري إحنا. نعم. متناولين الجانبين سواء المنصة أو المنبر. أكو مفردة بالمنصة أن الحرية الكاملة أن نتكلم بها، لكن ما مسموح لها أن ترتقي إلى المنبر إطلاقا. بعيدة على المنبر، مفردة غير منبرية. تحكي وياه وقال لك الحداثة. حبيبي أنت تفهم شنو الحداثة؟ الحداثة عليك أن تحدث مفردة إلى هذا الجيل، لأن هذا الجيل ما يعرف مفردة الفتلاوي ولا عبود غفلة ولا حج زاير ولا ابن دكسن ولا ابن نصار، مفردة قديمة حسكة، هذا ما يعرفه هذا الجيل. أنت حدث له المفردة، هذا شيء رائع، حدث له المفردة، بسط له الكلام حتى يفهم القضية. النقطة الأخيرة وأعتذر من الأساتذة، على كل شاعر أن يعتمد على السيرة وعلى المصادر. إحنا الآن نشكل على كثير من الخطباء، إحنا حبيبي عندنا تحقيق، عندنا من رخصة اللجنة المشرفة شيخ ميثم، إحنا عندنا في، أنا كنت في مؤسسة آل البيت أكو قسم يسمونه قسم التحقيق. نعم. هذا قسم التحقيق يبين لك أنه هذه الرواية مسندة، هاي الرواية قوية ضعيفة، صاحب الرواية ناقل الرواية موثق عند أهل البيت أو غير موثق. أكو مصادر. نعم. مو كل من بكيفه. فأنت حبيبي من تريد تجيب رواية، أنا ما علي يصعد خطيب على المنبر مثلا يقول أنا سولف لي فلان فلان مسولف سالفة بديوان مدرب قهوة مدرب سوق وجاي ناقلها لسماحتي، ويعتمد عليك رواية وناقلها للخطيب، والخطيب صعد منبر قال نقل لي أحد المؤمنين. شيخنا هذا أحد المؤمنين موثق عندك عند الناس ما موثق؟ نعم. تبي تفرض رأيه على الناس. صحيح. كذلك الشاعر، الشاعر عليه أن يأتي من المصادر، أكو عندنا مصادر. إحنا قضية الحسين، أنت يا أخي على أساس تسبق حدث، أنت شون تسبق حدث في قصيدتك؟ أنت شون تنفي حدث إطلاقا تشيله وحدث إحنا سامعينه؟ إحنا واقعة الطف منين جتنا؟ واقعة الطف جتنا من إمامنا السجاد عليه السلام، من مولاتنا زينب، من إمامنا محمد الباقر عليه السلام. حميد بن مسلم ما نعتمد على النقل مالته، لأن حميد كان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن نستند على زين العابدين ونستند على الإمام الباقر عليه السلام وعلى مولاتنا زينب في الحديث.